يا عيال عرض قوي جاني على الواتساب، رحلة للهايكينج مدة يوم كامل ب150 ريال ولا وشامل الوجبات. هذا مو بعرض قوي إلا اللي بعده. 150؟ يا بلاش. وش الهايكينج ذا؟ اسمها هايكينج يا طعس. أنا طعس؟ لا 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 أنا طعس يا لا 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 يقول أنا طعس. خلاص لا يا بزر. أنا بزر يا ابن الحلال. لا خلاص عاد تبيني أفرشك الحين. خلاص عاد اسمع، الهايكينج هذه كشتة بس حقت ناس كول. يجي وانا كمان يجي، واذا ما يجي نروح نجيبه ونجي. انا احب الهايكينج من زمان، تكفون خلونا نروح. انت معك 150 ولا مثل كل مره ما معك الا 10؟ اشتريك انت وهو معايا فلوس. اوف والله بنت بعاقل. 150 ريال خلاص يا عيال، انا وكفته معكم. سلامات، بفتح مطعم فوال مقوم لي 7 الصبح، حتى ذي ما مداها تغسل وجهها. وين الباص حقك ذا؟ شكلهم زرفونا. تراك اشغلتنا ودوشتنا، خلاص احسب لهم ربع ساعة ان شاء الله وجايين. اي الباص جاي يا عيال. سلامات، باص مدرسة ذا. هذا باص نورة هايكينج. الله الله الأسماء. شوكوش. ياسر. عزوز. عامر. عامر تقعد هناك آخر شيء بالزاوية، وانت ياسر تقعد هنا، شوكوش بالوسط، عزوز قدام. هذه تشكيلة وشوكوش محور عيال. يجي طارق حامد. طيب أستاذ نور الله يعطيك العافية، يعني احنا أخويا نبغى نقعد جنب بعض. لا والله كل واحد يقعد في المكان اللي حددته. قايل لكم مدرسة. اسكت انت وياه، كل واحد على مكانه. سمي يا حضرة الوكيلة. صباح الخير. انتو ورانا ورانا. سلامات، حنا جايين قبلكم، انتم اللي تلحقونا. من زينكم اللي لاحقكم، استغفر الله. بس يا الله صباح خير. ممكن تهدون شوي الاسماء لو سمحتوا؟ مي. بيان. مناهل. ملاك. نصابه. هذه بحمود. مي انت تجلسين اخر شيء هناك جنب عامر. بيان جنب عزوز. مناهل تجلسين جنب ياسر. ملاك انت عند شكش. يلا معلش يا اختي، يدي من اول محطوطه هنا. معلش يا استاذ، شيل يدك عشان ما اكسرها لك. هلا والله، هذا مكانك. شكرا يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين انت؟ أنا راشد، وهذه زوجتي بشرى، تونا متزوجين. اجلس هناك. طيب تعال تعال تعال. سلامات، وراك شادة أنت ناظر. أفول؟ أقول ناظر قدام، حركات ذي عارفينها. خمس دقايق بنحرك يا أستاذة، باقي واحد اسمه كفتة ما جاء. عارفة بس إذا ما جاء بالوقت بنحرك. طيب أبدزه البقالة بجيب موية عطشان. الموية بتجيكم مع الوجبات في المعسكر. قال إيه قال معسكر، صارت بطولة مو هايكينج ولا كيف يا أبو حمود؟ أقول تسوي خوي بس. أقول شكل السنتي بتعطشينا، أبدزه البقالة سريع سريع.